شفنا كلنا طبعا التغيير اللي حصلت لكريم فؤاد من كولر خلال المباراه اللي فاتت. كل الناس استغربت طبعا انها شافت كريم فؤاد في مركز الجناح، لكن هل ده كان مفاجاه لكريم نفسه ولا لا؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه سوا مع بعض. يلا. خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه ان كولر اشرك كريم فؤاد تحديدا من قبل مباراه العوده للاتحاد المنستيري في المركز ده، وجربوا كذا مره ان هو يلعب بيه وينج في نفس المكان اللي شارك فيه كريم في ظل وجود طبعا محمد هاني واكرم توفيق بعد عودته طبعا لمركز الباك، فبالتالي هو شاف ان هو ممكن يستخدمه في مركز تاني يقدر ان هو يستفيد بيه خلاله. وفعلا خلال تجاربه مع كريم كوينج في التدريبات يعني شاف ان هو بيديله بعض الحاجات اللي محتاجها، وكل التقسيمات اللي كانت قبل المباراه اللي فاتت كريم شارك فيها كوينج في التقسيمات كلها، لكن بقى مش زي ما بعض الجماهير قالت ان هو غامر بكريم ورماه في مركز هو ما شاركش فيه قبل كده. لا، هو كولر كان بيعد كريم للمشاركه في المركز ده ومقتنع بيه جدا. دي معلومه طبعا. معلومه واكيده 100% كمان يعني. طيب.